السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يواصل زيارة الدولة إلى قطر ويجري محادثات ثنائية وموسعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. تحديد هوية الإرهابيين السبعة المقضي عليهم من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي بغابة وادي الدوار بالقل بسكيكدا. الطبعة الثامنة للمعرض الوطني للزيتون ومشتقاته ببني عمران ببومرداس فضاء للتعريف بالتحفيزات المتاحة للمستثمرين الشباب. وفي اليوم الوطني للمدينة عاصمة الزيانيين تلمسان شاهد على إبداع معماري وإرث حضري يستحق التثمين. أهلا بكم مجددا. بداية وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى دولة قطر تلبية لدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، خص السيد الرئيس باستقبال رسمي ومميز بقصر الديوان الأميري بالدوحة.
النشيد الوطني لكلا البلدين، استعرض السيد الرئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر تشكيلة من الحرس الأميري أدت لهما التحية الشرفية. ليصافح بعدها رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر وفدي البلدين. أهلا سعد سبيل خير معك، إن شاء الله خير بشنا عزيز. وبقصر الديوان الأميري دائما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أجريا محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. ليجري بعدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني محادثات على انفراد تم خلالها استعراض وتقييم العلاقات الثنائية ومستوى التعاون القائم بين البلدين. وعقب المحادثات الموسعة والثنائية أشرف السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر على مراسم التوقيع على 4 اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت المجالات التالية: اتفاقية حول إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين البلدين. واتفاقية في مجال التضامن حول التنمية الاجتماعية والأسرة بين البلدين. وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون التربوي للأعوام الدراسية لسنة 2022-2025. هذا وأقام سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أقام مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني الذي أدى له زيارة مجاملة.
وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس بالدوحة، حيث حظي باستقبال رسمي بمطار الدوحة الدولية، خصه به سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. ليصافح السيد الرئيس مستقبليه بأرضية المطار، مراسم الاستقبال استهلت باستعراض تشكيلة من الحرس الأميرية التي أدت لهما التحية الشرفية. ليرافق بعدها سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مقر إقامتها. وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما. كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء الدول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الدوحة. في موضوع آخر، استقبل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن استقبل رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية دافيد تيزرانو، وهذا في إطار التحضير للطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستحتضنها وهران شهر جوان المقبل. في النشاط البرلماني، وخلال عرضه لأهم المحاور المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه بعنوان السنة المالية 2019 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود حرص قطاعه على توجيه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات. وأوضح الوزير أن القطاع يحرص على استغلال المناصب الشاغرة وفقا للاحتياجات الفعلية لمصالحه وتنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال. تبعا لعملية البحث والتنشيط المتواصلة بغابة واد الدوار قبة بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدا بالناحية العسكرية الخامسة التي أفضت يوم أمس إلى القضاء على 7 إرهابيين واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال، بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى. أسفرت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم من التعرف عن التعرف على كل من فار رشيد المدعو عبد الحي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، فركوس عبد الكريم المدعو نوح الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، ذيب إلياس المدعو أبو إسماعيل الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995، بويسري كمال المدعو إبراهيم القاعدة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، غضبان عبد الكريم المدعو عباس الخروبي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002، يوسفي خالد المدعو القعقاع الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، سقاط عز الدين المدعو جابر المروكي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.
عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح شريف بأمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد بأمن ولاية الجزائر قضية تمويل وتخزين ونقل ومتاجرة غير مشروعة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة. بعد التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا أصفرت نتائج تحريات عن توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 39,989 كبسولة 190 قرص من المخدرات الصلبة مبلغ مالي يقدر ب 55 مليون سنتيم من عائدات الترويج وخمس هواتف نقالة كما تم حجز إثر هذه العملية على مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان في نقل وترويج هذه السموم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. تنمويا الآن وضمن جهود تحسين الإطار المعيش لسكان المناطق النائية بولاية سيدي بلعباس تم ربط أزيد من 100 مسكن بشبكة الغاز الطبيعية بعدد من قرى ومداشر الولاية. المتابعة لعمر خالدي. يعد مشروع تزويد سكان بلديتي سيدي يعقوب وتلموني بسيدي بلعباس بالغاز الطبيعي من أهم المشاريع الحيوية التي طالما انتظرتها أزيد من 100 عائلة بهذه المنطقة النائية التي تعاني من برودة الطقس سيما في فصل الشتاء. كنا مغبونين بزاف خي القرعة نضروا نحولوا ديو جيب والقرقيف والحس هم دخلونا الغاز الحمد لله دوك رانا متهنيين. كنا مغبونين في القرعة كان كي تغدا منا 12 كيلومتر المسافه تاع 12 كيلومتر باش تجيب قرعه والقرعه ما تشدلكش حتى 3 ايام. اليوم الحمد لله الناس راهي دايره الغاز دايره الشوفاج دايره الشوف با دايره رانا مثلنا مثل المدن الكبرى. ميزانية معتبرة تم توجيهها لهذا المشروع الهام لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وضعنا حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي اللي في 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 زوج مناطق زوج قرى بهذا الخدمة يعني اللي انطلقت اليوم نسبة ربط بشبكة الغاز على مستوى الولاية الحق حوالي 95%. اغتنمنا كذلك الفرصة دي باش نستمعوا لانشغالات بعض المواطنين وان شاء الله كل هذه الانشغالات سوف نتكفلوا بها إن شاء الله. هي مشاريع تنموية أنجزت وأخرى قيد الإنجاز الهدف منها رفع الغبن على المواطن وتوفير ظروف ملائمة لعيش كريم. تحت شعار الشجرة المباركة إرث وأصالة نظمت ببلدية بني عمران بولاية بومرداس الطبعة 8 للمعرض الوطني للزيتون ومشتقاتها وهذا بمشاركة 16 عارضا وعارضة. الروبورتاج لليلى محمد محدود. يتنافسون من أجل تحسين منتجاتهم لمادة زيت الزيتون فالفيصل هنا مرتبط مباشرة بالجودة والنوعية. فشجرة الزيتون ببني عمران بولاية بومرداس كانت ولا تزال حصن ازدهارها على حد قول أحد أبناء المنطقة. ما عندناش حاجة أخرى غير الزيتون كل ما قدام عينيك قاع الزيتون ما عندناش شجرة واحدة أخرى. هذا المسألة كيما هذه تعاود تطور والزيت يحيوها الناس نهار في العام ما يكفيش كاين لا ينسى الو كي تطول الحال هكذا ان شاء الله تكمل هكذا ويكون احسن منتوج ويكون احسن الجمهور يعرفوا كاع واش كاين في البلاد. شح في الامطار اثر نوعا ما على مردود المنتوج بالاضافه الى مشاكل اخرى. الزيتون هذا سي ناتورال وراني داس 10 قناطر الله يبارك لرمضان ان شاء الله كان عندي لي مويان ندس اكثر مع 10 قناطر بلاصه تمد الله يبارك تمد الزيت. كاين بزاف حوايج يخصو ننصحكم معصره تاع الزيتون تكون في الجبل يكون طروقان يكون تريسيتي باش تطور يعني الحاله يعني كيما نقولوا والناس كاع يعني يكونوا فرحانين ونتلاقاو كاع يسمى هنايا باش يشوفوا كاع الزيت يعني لا كاليتي تو الترويج للمنتجات وايضا ربط الحرفي مع الفلاح حتى يسرى التكامل والتعاون والتآزر فيما بينهم ونخرج كمنتوج للاستهلاك.
معرض زيت الزيتون ببني عمران يعود من جديد وسيفتح آفاقا مستقبلية للمستثمرين لتوسيع استثماراتهم في هذا المجال. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن، حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 155 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، في الملف الصحراوي، نددت جبهة البوليزاريو بالجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي وممارسات سلطات الاحتلال المغربية بحق الصحراويين في الأراضي المحتلة، مستنكرة بذلك صمت الأمم المتحدة إزاء هذه الانتهاكات المغربية. في موضوع آخر، أعلن أكثر من 40 مدينة مغربية مشاركتها اليوم في الاحتجاجات التي دعت إليها عدة منظمات حقوقية بالمملكة تحت شعار إسقاط الاستبداد والفساد، تنديدا بسياسات نظام المخزن التي أضرت كثيرا بالشعب المغربي. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها مشاركة عشرات المدن في الوقفات الاحتجاجية المقررة مساء اليوم، استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية بمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية. ونختم من عاصمة الزيانيين تلمسان، التي تحتفل اليوم وعلى غرار مختلف مدن وولايات الوطن باليوم الوطني للمدينة، سعيا منها إلى إرساء ثقافة خاصة بالمدينة. دليلنا في زيارة معالم مدينة تلمسان الزميل سفيان مقنين. عندما تنسجم مظاهر الطبيعة مع عناصر البناء المعماري الذي يحترم تراث وتاريخ مدننا العريقة، نحصل على صورة جميلة تسر الساكن والسائح وعابر السبيل. مدينة تلمسان، جوهرة الحضارة الزيانية، لا زالت تحتفظ بعديد الشواهد المعمارية القديمة التي تنتصب في شموخ وسط نسيج عمراني جديد يستجيب للمعايير الوظيفية للسكن، ولكنه لا يراعي أحياناً الطابع المعماري الجمالي للمدينة. مدينة لا زالت مساكنها تحتفظ بجزء من الذاكرة. خصائص المنزل التلمساني اللي هو ذو طراز مغربي أندلسي، هي التزيين ما يكونش من الخارج، تزيين داخلي، كل شيء معطي للداخل، يعني ما يحتاجش يزين من الداخل، يزين التزيين نصيبو. قلت لك يكون عده تزيين، يكون نصيبو القدر، نصيبو الجص، نصيبو الزليج، ونصيبو الصحن، كيندخلوا من مدخل المباشوري، قلنا نصيبو عاود الصحن. الصحن لازم يكون فيه نافوره، عاده تكون من الرخام، الرخام اللي كان هنا مشهور في تلمسان، الرخام الابيض الاونيكس، مع انتقبات رخام نفيس شفاف وابيض. اذا كان ترميم البنايات الاثريه القديمه يقع على عاتق الدوله، فان بناءات الخواص الجديده يمكن أن تضم بعض العناصر الهندسية التراثية على الأقل على مستوى الواجهة، وهو ما يعمل على تحقيقه المهندس إلياس المكلف بمتابعة بناء هذا المنزل. اوني با اوبليجي يعني باش نعملوا كل شيء يعني زخارف وكل شيء يعني امور غاليه، يعني نجموا نعملوا غابل يعني تذكير بالنمط التلمساني، يعني صديق حاجه. بصح الاهم يعني الاهم في هذا الشيء كامل، وهو انه تكون امور مبنيه على دراسات ومبنيه على امور اللي نوجدوها في التراث نتاعنا. يعني في بعض الاحيان نصيبوا باللي الناس يدمجوا في العديد من الامور والعديد من الانماط اللي ما عندهم اي علاقه. احترام الطابع المعماري للمدن الجزائرية القديمة سيحافظ على ذاكرتها المادية ويمنحها انسجاما وتناسقا عمرانيا واجتماعيا يكمل مظاهر هويتها الحضارية. وتبقى الجزائر غنية ثرية بمعالمها الأثرية. إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يواصل زيارة الدولة إلى قطر، ويجري محادثات ثنائية وموسعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. تحديد هوية الإرهابيين السبعة المقضي عليهم من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي بغابة واد الدوار بالقل بسكيكتا.
الطبعة الثامنة للمعرض الوطني للزيتون ومشتقاته ببني عمران بمرداس فضاء للتعريف بالتحفيزات المتاحة للمستثمرين الشباب. وكما تابعتم في اليوم الوطني للمدينة عاصمة الزيانيين تلمسان شاهد على إبداع معماري وإرث حضاري يستحق التثمين. نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.